السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في شابتر 2 من التفكير الحسابي. شابتر 2 ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن حاجتين مهمين جدا. هناخد حاجة اسمها لوجيك وحاجة اسمها الألجوريزميك. يمكن إيه الفرق بين اللوجيك والفرق بين الألجوريزميك؟ إيه العمليات اللي بتحصل في اللوجيك وإيه العمليات في الألجوريزميك؟ إيه هي العيوب بتاعة الألجوريزميك؟ طب إحنا ليه استخدمنا الاتنين مع بعض؟ الفرق بينهم هم الاثنين. طب نفرض هم الاثنين بيشتغلوا مع بعض ولا لا؟ بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان اللوجيك اللي هو الخطوات حل المشكله ده مهمين في الكمبيوتيشنال ثينكينج. بيقول لك ان الهيومنز اوريدي هذه لديهم ان هم عاوزين يفهموا ان اللوجيك والالجوريزم الاثنين، وهم الاثنين اللوجيك والالجوريزم ده جيد. الباب بقى فين؟ قال لك دي اربط ماثيماتيكال، ده تعتبر حاجات ايه؟ كماثيماتيكال. تمام. قال هنا ايه؟ each has its own set of rules، كل واحد ليه ايه؟ مجموعه من القواعد، مجموعه من الاجراءات، مجموعه من التعريفات، which are very precise and systematic. يعني لازم القواعد والبروسيجرز والديفينيشنز لازم تبقى دقيقه وسيستماتيك. باي ذا اند، نهايه الشابتر ده خلاص هنعرف احنا نطبق اللوجيك ازاي اند الجوريزم في ايه؟ في حل المشكله. طب كده يبقى احنا الشابتر ده بيتكلم عن حاجتين. انا اطلع من الشابتر ده بحاجتين، اللوجيك والالجوريزم. ايه هو اللوجيك وايه العمليات بتاعته؟ ايه هي الديفينيشنز؟ ايه هي الرولز؟ هو الالجوريزميك، ايه هو الفرق بين الاثنين؟ تاني حاجه، اول حاجه بقى معانا ايه هو اللوجيك؟ اللوجيك المنطق. بيقول لي ايه؟ لوجيك ريزون. قال اللوجيك ده اللي هو ايه؟ بوليان اند سيمبوليك لوجيك. ايه هو البوليان؟ البوليان اللي بيطلع لي ترو اور فولس، زيرو واحد. هاو تو تيرن انتيتيف ايدياز انتو ماثيماتيكال ساوند لوجيكال اكسبريشنز. يعني ايه؟ ازاي هنقدر نحول الافكار اللي في دماغنا لطريقه ايه؟ طريقه ايه؟ ماثيماتكس. ازاي هنبدا نستخدم الحاجات دي بقى؟ بيقول لي اول حاجه، قال لي اللوجيك از سيستم، تعتبر سيستم بيستخدم عشان ايه؟ التمييز بين الصح وبين الغلط. يعني ايه برضه؟ يعني مثلا هقول لك اعمل لي لوجيك اوبريتور على مثلا على الاكزامبل ده، على الحاله دي، عاوز اطلع، عاوز اخد منك ايه في الاخر؟ هاخد منك ترو او فولس، صح او غلط، لزيرو لواحد. ازاي؟ اللوجيك ده بقى ليه تضمن مجموعه من الاساسيات لازم احنا ايه؟ وين ابلاي تو ارجيومنت الاو اس تو ايه؟ ديمونستريت وات ات از ترو. يعني اللوجيك في بعض من الرولز او في بعض من القواعد اللي انا بعملها عشان يطلع لي في الاخر مين الصح او مين الغلط. يعني ايه برضه؟ لو قال لي مثلا سقراطس مثلا تعتبر رجل وكل الرجال مورتال، تبقى ايه؟ سقراطس از مورتال. طب ازاي ده؟ يعني مثلا لو جيت قلت لك ان اكس بيساوي او ايكوال واي، ورجعت تاني قلت لك ان الواي بيساوي ايكوال زد، المنطق بيقول لك ايه؟ المنطق بيقول لك ان الاكس ايكوال ايه؟ زد. ان الاكس بيساوي زد. ده بقى العمليات بتاعتنا. هل احنا هنعمل كده؟ هل ده صح ولا غلط؟ انا مستني في الاخر حاجتين، لا زيرو لا واحد، لا ترو لا فولس. انا مستني الحاجات دي. تمام كده، فده اسمها اللوجيك. فابدا اشتغل على حاجات اسمها اللوجيك. تمام. بيقول لي بقى اللوجيك الارجيومنت بتاعتي each individual thing you have already known ايه؟ ده اسيوم، الافتراض. حاجه اسمها ايه؟ بريمايز. يعني ايه بريمايز؟ الافتراضي، الفرضيه بتاعتك. قال ان الفرضيه is an ordinary statement you make you might make except that it can be evaluated to obtain an answer true or false. يعني ايه؟ قال لك البريمايز ده، الافتراض ده، هيطلع لا ايه؟ لا ترو لا فولس. تمام كده؟ ان البريمايز ليه درجه من التروث، يعني لازم يكون ما هو موجود فعلا عشان ابدا اتاكد ان ده صح ولا غلط. فانا اخدت هنا عندي دلوقتي قلت حاجه اسمها اللوجيك، اللوجيك ده بيطلع لي زيرو لواحد، فانا عاوز اتاكد لو طلع لي ترو او فولس. تمام. فبيجي يقول لي هنا ايه بقى؟ حاجتين مهمين جدا 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 في اللوجيك، حاجه اسمها ديدكتيف وحاجه اسمها اندكتيف. ايه هو الديدكتيف؟ قال لك الديدكتيف ده مبني على الاستنتاج. يعني ايه مبني على الاستنتاج؟ قال ان ده تعتبر اقوى شكل من اللوجيك.
قال لك ليه بقى؟ قال لك لان الاستنتاج بتاعنا الكونكلوجن نيسيسرلي فولو ايه؟ فروم اتزي بريمايز. يعني ايه؟ قال الاستنتاج لازم بالضروره يتبع الايه؟ الافتراض بتاعنا. وتاني قال ان الافتراض في الديدكتيف ارجيومنت تعتبر ايه؟ اسيوم تو بي ان كويشنبلي ترو، يعني لازم يكون في عندي ايه؟ لازم يكون صح. يبقى الافتراض بتاعي لازم يكون صحيح. بعدين ايه بقى المشكلات اللي بتواجهني في الديدكتيف؟ ايه اللي هي الفيل إيه هو بيفشل فيه؟ قال لك بيفشل في حاجتين، لو الافتراض بتاعك ده كان فولس غلط. قال لك التاني قال لك ان الكونكلوجن ما بتتبعش بريمايز، ما ينفعش. يبقى الديدكتيف الكونكلوجن لازم الاستنتاج لازم يتبع الافتراض، بعد كده لازم يكون في عندي حاجه اللي هو الان كويشنبلي ترو. يفشل في اثنين، يفشل في حاجتين، لو في حاجه فولس، تاني حاجه لو البريمايز ده او الكونكلوجن بتابع مين؟ البريمايز، ما بتتبعش البريمايز، يبقى في عندي ايه؟ فشل في ده. فيقول لي ايه هو الاكزامبل اللي شغال على حاجه اسمها الديدكتيف؟ بيقول لي لو اللاكي از دوج، بعدين كل الدوج براون، هو افترضها كده، بقول لي افتراض، افترض مثلا ان اللاكي ده دوج، وبعدين الافتراض الثاني اللي هو البريمايز كل اللوجي براون، بعد كده قال لك ديرفور تعتبر اللاكي از براون. ليه؟ خلاص مش انت دلوقتي قلت له دوج هنا بتطير الدوج ده مع الدوج ده، تبقى ايه؟ اللاكي تعتبر براون. طب ايه تاني؟ قال لك حاجه ثانيه، قال لك كل التنس بول، كره التنس دي تعتبر راوند، وكره الارضيه راوند، دي معناها ايه؟ معناها ان الايرث تنس. ليه؟ خلاص ده راوند وده راوند، يبقى مين؟ التنس هي اللي بتقابل ايه؟ الايرث. دي تعتبر ايه؟ ديتكتيف. يعني ايه ديتكتيف؟ الديتكتيف ده يعني مبني على الاستنتاج، ومبني على الاستنتاج ده معناه ان الكونكلوجن الاستنتاج بتاعنا لازم يتبع البريمايز الافتراض بتاعنا، تمام؟ طب ايه هو بقى الاندكتيف عكس الثاني؟ الاندكتيف ده مش بالضروره انه يعتبر ايه؟ يتبع نوت ان كويشنبلي ترو. قال لك ايه بقى؟ لان ده بيكون عندي في درجه من الكونفيدنس، درجه من الثقه بتاعتي، او درجه من ايه؟ من الكونفيدنس بتاعتي. يبقى ديدكتيف لازم ايه؟ ان كويشن ترو، يعني لازم يبقى صحيح كله. قال لك هنا قال لك لا، وممكن يبقى في عندي صح بنسبه 90%، صح بنسبه 80%، غلط بنسبه 20%، عادي. فهو حط لك معاها ترو وحط لك معاها الفولس. اما الديدكتيف لازم على طول يبقى مين؟ ترو. The form of the argument doesn't guarantee that its conclusion is true. يعني شكل الارجيومنت ده لا مش لازم يكون ترو. مال يبقى ايه؟ قال يبقى probably result in a truth worth a conclusion. يعني انا دلوقتي مش شرط لازم يبقى ترو، اما الديدكتيف لا لازم يبقى ترو. قال لك زي مثلا عندي حقيبه، الحقيبه دي فيها 99 كره ريد وفي واحده بس بلاك، فاهم؟ وفي 100 شخص اخذوا كوره من دي. بعدين لو عندي ساره دي تعتبر ايه؟ واحده من 100 شخص، يبقى ساره دي تعتبر بروبابلي اللي هي اخذت كوره حمراء، بس هي بالضروره انها تكون اخذت 100% كوره حمراء؟ لا، ممكن بحظها اخذت الكوره البلاك دي، ما اعرفش، بس هي اخذت الكوره الحمراء مثلا اقول لك بنسبه 80%، بنسبه 70%، حاجه اسمها ايه؟ انديدكتيف. يبقى الفرق الديدكتيف كله لازم يبقى صح، هنا لا مش كله لازم يبقى صح، يبقى مثلا ايه؟ ممكن يبقى صح بس بنسبه معينه. فده بيقول لي ايه الفرق بين الديدكتيف والاندكتيف. بيقول لي بقى ايه اللوجيك بقى؟ قال لي the aspects of reason تعتبر ايه؟ مهمه للكمبيوتيشنال ثينكينج. قال لك the answer a computer gives is only as reliable and reasonable. يعني لازم النتيجة اللي الكمبيوتر بيديها لنا تعتبر ايه؟ موثوق فيها، ذات ثقة. وبعدين قال لك يعني ايه ده؟ قال لك والله الكمبيوتر تعتبر automating your reason، الأسباب بتاعتك، لازم في بعض ايه؟ لازم نتأكد من أول حاجة. قال لك الريزون ده لازم يبقى صحيح، valid، ما يكونش invalid، ما يكونش غلط.
ايه تاني؟ قال لك يو جيف ذا كمبيوتر فيريبل انبوت، يعني ايه؟ لما تيجي تدخل وتقول له مثلا احسب لي مساحه الدائره وتدي له ريديوس، فتدي له ريديوس دي قيمه نمبر، ما تديلوش مثلا سترينج، لو اديت له سترينج ما ينفعش. فلازم تدي للكمبيوتر ده حاجه ايه؟ حاجه مبسوط منها. تاني حاجه you know how to interpret what conclusion the computer reports. ده بقى ايه؟ لازم نفهم ان احنا ايه؟ ازاي نبدا نترجم الاستنتاجات بتاعتي للتقارير بتاعت الكمبيوتر. ده جزء unquestionably true. لو هي فعلا كلها درجه صح هتبقى ايه؟ بتتبع deductive. لو هي probably يعني مثلا اقول لك بنسبه كبيره انها true، مش true مليون في الميه، تبقى inductive. يبقى ال unquestionably true تبقى دي تعتبر deductive، الثانيه تعتبر inductive. يبقى دي اول درس معانا اللي هو اللوجيك، ازاي بنقدر نعرف لوجيك، ايه هو، ايه الكونسبت، ايه الروتس بتاعتنا، ايه هو الفرق بين الديدكتيف وايه الفرق بين الاندكتيف. دي اول فيديو معانا في شابتر 2. بعد كده ان شاء الله هنبدا بقى نكمل البوليان لوجيك والحاجات دي.